مرحبتكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. مرحبا بكم على قناتكم قناه التاسعه، برنامج جديد. هاني رجعت لكم للتنشيط، برنامج جديد ان شاء الله في موسم جديد نرافقكم فيه برشا فقرات متنوعه، عن الموسيقى، عن مواضيع تهمكم وتشغل الشارع التونسي. ما رجعت لكم مش وحدي، معايا مجموعه من الكرونيكا. تحيه للجمهور اللي حاضر معنا، ونبدا مع الكرونيكا. على يميني شهيره بربريتا، هيفا الحبيب، معز دينيز، نوف النصري، سامي دريدي، حنان شدراني، هند رفقي، العربي المازني، وقدور الارتيستو. تعديوها معانا حلوة، إن شاء الله الفقرات اللي حضرناها لكم تنال إعجابكم، إن شاء الله نكونوا مع بعضنا في موسم جديد، إن شاء الله نجيبوا لكم الحاجات اللي تهمكم، الحاجات اللي تفرهدكم، تنحي لكم شوية تعب الجمعة، شوية التخمام وشوية الضغط اللي عايشينه، إن شاء الله نكونوا خفاف الظل عليكم. باش نبدأ بالكرونيكور متاعي، نسألهم شنو اللي حضروا لنا في البرنامج الجديد، وشنو اللي محضرينه للسادة المشاهدين في الموسم الجديد. نبدأ بهيفا الحبيب. أنا أول حاجة نحب نرحب بيك سوسن منورة البلاتو. يعيشك. بيان سور ليكيب الكل والجمهور محليهم، أما أنا محضرة. أنا محضرة حاجة سبيسيال للسادة المشاهدين، نوريها لكم. الله الله، دي جي نادر. جميل جميل جميل، يعطيك الصحة. باش عدينا البرنامج ترقص. ليه كل شيء. نشوفوا دينيز شنو اللي محضر لنا. يا سوسن بالله، توا ملا بداية موسم وملا توفيق، بسم الله ما شاء الله، يعني بديناها بالتميل وبشطيح. صراحة خيبة أمل كبيرة المرأة هذه اللي قدامك، والله العظيم خيبة أمل كبيرة. تعرف علاش؟ لأنه في الموسم الفارط سبحان الله قلت تحير الإيمان في قلبها هكا، وربي سبحانه ورزقها الهداية وبسم الله ما شاء الله. في هذا؟ فما راعني إلا هاي دخلت تتميل علينا، فيا ربي إن شاء الله ربي يسترنا. خليني بالحق، أنا بما إنها عزيزة علي وهي تعرف اللي هي عزيزة علي، نحب نذكرها بحاجة مهمة برشا. توبي من ذنبك يا هيفاء، فحسابك لو تدري ندنا، جاهرت الله بعصياني، وقضيت على اللهو الزمنا، آمالك تزداد وعمرك يتناقص لم تبدي الحزنا. قولي بالله هذا عقل. يا ودي اسكت اسكت، انت بديتها من الحلقه الاولى، معناها تعملي لي سابوتاج ولا شنو؟ ماهوش سابوتاج. انت تشبوكه شنو؟ اما مسحنون انت باش تعملي كلمه حق. كلمه حق معناها تتراجع. ربي يتوب عليك. سبحانه وعم يجاوب الحق ونفر. اسال الله لك الهدايه. اسال الله لك الهدايه. هات خليه لك انا البلاتو. اسمع فيه انت. اسمع فيه البلاتو. خليه عني.
بدينا نقدموا بسم الله ما شاء الله. صليوا على النبي، مازلنا ما بديناش راه يعني حتى ربي يرحمنا بالمطر معناها ما نكملوش. غدوه الحايه باش تولي صحراء ان شاء الله. يا قدور يا قدور يهديك يصلح رايك امان. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. تفتي انت علينا صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. مغني ولا ما ولا مفتي انت يا جمهور؟ صليوا على النبي معايا، صلوا على النبي صلوا على النبي. برسومك شو مدخلك فيها انت، تشطح ولا تتكربس ولا تعمل بواري؟ لا لا لا، مادام انا قاعده هنا يهمني ما يسالش، كي نبدا انا خارج الاطار انت ناوي تخطبها؟ كي تخطبها كاخذها اخطب عليها وتعمل شو ما تعملش. ما عزيز على المشكله خلينا نبدا، ما تبداوليش يعيشكم امان من اول مره. باهي لتوا نبطل صليوا على النبي ما نبداوش امان من اول حلقه. يهديكم يصلح رايكم. بربريتا انصحها فيا بربريتا. شنو الحالة هذيا توا رينا فيها؟ يا ولدي ارزنوا عليه هكا، نلم واحد يهرب لي واحد يا اخي في قسم انا ولا في قص يا سسمك بشرا ما تهبلونيش عادك طول يا عربي يا اخي في تلفزه ولا في روضه امان. شو بدا شو كل حد يتلهى بروحه يعيشكم؟ نخدموا على رواحنا اوكي؟ ما قتلكش اخطبني هيا باهي، ما تهبلنيش هكا الدور انت براس سمك. تبكي عليا شيل تبكي عليا. نرجعوا امان نرجعوا امان يعيشكم حلقه برنامج جديد. انا جعيتت لي القناه خصيصا باش نحارب الرداءه والبذاءه والحكايه هذوما والعرك والمعروك. يعيشكم نسمعوا بعضنا ما نعيطوش، ناس تفرج فينا، ناس بالكدا يتفرجوا فينا راه فهمت؟ دونك هاي نرجعوا تويكا نكملوا نشوفوا معاليك خونيكور نتاعنا شنو اللي محضرين للسادة المشاهدين في برنامج استوديو نو في موسمنا الجديد. دينيز بربي ما يبدا يعملش فيها شيخ يبدا يفتي علينا على روحه، يخلي يفتي على نفسه. لا لا توا هي تشطح، يعرف هو اش معناها الرقصة، يفهم هو اش معناها الرقصة. لا يفهم الرقص يفهم الرقص وتفرج فيها وخليها لما كملت تو نورمال معناها تو نورمال اديه الوجد. لا حول ولا قوة الا بالله. يا ربي ما يسالش خليني نذكرك احنا نهار السبت خليني نذكرك ما نتكلموش على بعضنا اما نسمعوا بعضنا. احنا نهار لحد في الليل داخلين على السادة المشاهدين باش نفرهدوهم باش نضحكوهم باش ندخلوا معناها نعملوا شوية ديفيرتيسمون. مش جايين احنا هنية مش جايين احنا هنية توا فهمتي؟ ردنا جاي نرجعوا لبرنامجنا يا ولا حال نرجعوا لبرنامجنا. اللهم ان كان سحرا فابطله. انزلوا على الفلسه يا ربي. وعلى شنو حضرت للساده المشاهدين في برنامجنا سنه وشنو اللي ناوي ان شاء الله تقدمه لنا؟ ان شاء الله بقدره ربي برشا فن وبرشا شتيح شماته في قدو. باهي لا سيزون سانونس تري تري بيان. فوالا ونساو رجال باش تشطح ان شاء الله ديما فرحانين وديما نشطحوا وديما عاملين جو وديما قابلين بعضنا باختلافاتنا بتوجهاتنا الكل وباش نرتاح من غير سامحني كمل اي فازي. دونك باش نحاول نرتقي بالذوق العام وباش نكون جدار صد ضد التعصب والرجعيه اللي قاعدين نشوفوا فيها توا واللي عندها 12 سنه توا داخله في ما يسالش نكونوا الكلنا جدار صد ضد الرجعيه وضد التخلف وضد العنف اللفظي زاد راهو حتى العنف اللفظي هذاك عنف وما يسالش نتعلموا نعيشوا مع بعضنا نفهموا بعضنا نحسوا ببعضنا نجموا نختلفوا اما من غير ما نعيطوا على بعضنا ومن غير ما نوجهوا لبعضنا الاتهامات. ما يسالش لو سولي بغي بور تو الموند ويل فو دو تو بور فيغ ان موند. نوفل مرحبا بيك. فرحنا برشا اللي رجعنا السيزون هذه مع استوديو نوف معك انت ومع وخياني الكرونيكور والكرونيكوز ومحليهم المراه التونسيه في اجمل صوره بحذايا على اليمين وعلى اليسار. ان شاء الله نعملوا جو وان شاء الله نتوفقوا في الحلقات الكل ان شاء الله على مدى السنه كامله ان شاء الله. ان شاء الله عرفتوها في مسرحيات في مسلسلات في الاذاعات في التلفز عندها جمهور كبير برشا.
وعندها برامج زادة تحضر فيهم في بالي. سمعت هكا العصفورة قالت لي اللي هي عندها برنامج عندها توا مدة تحضر فيه التلفزة متلافز. حنان الشقراني أهلا بيك يا حنان. أهلا وسهلا بيك شوشونا الغالي. أهلا وسهلا بحبيبي وصحابي بالجمهور العزيز الغالي. فرحانة برشا إني معاك اليوم. الحقيقة أنت معناها تحب تقولي باش توعد في العباد، معناها باش توعد المشاهدين. أنا جيتهم أنا يزي ما جبت حتى وعد معايا، خاطر علي. كل ما نوعد يبعثوني نوعد ما يصير شيء. دونك قلت خنجي أنا وخلي الأمور تمشي بطبيعتها وإن شاء الله يجي خير. صحيح أنت قلت كلمة بكري، أنا الحقيقة كنت عندي توا 5 شهور قاعدة نحضر في برنامج اللي هو تولك كبير برشا. هذيك علاش سالتك حنان، خاطرك تبارك الله نعرفك خدامه برشا موجوده في الاذاعات ديما بطاقتك الايجابيه، ديما عندك برامج، ديما عندك حاجات باش تقدمها. شنو حكيت البرنامج؟ كنا نحضروا فيه ان شاء الله. هو مازال اون كور، معناها انا جيت لهنا في دقيقه 90 معاكم خاطر البرود هذه الوحيده اللي استدعوني في دقيقه 99 ونكون موجوده خاطر اصحابي وحبيبي نحبهم برشا. بديت البروجي نتاعي اللي هو برنامج نسائيين، باش يكون برنامج على نطاق باذن الله عربي، معناها نسائي 100% يهم العائله التونسيه، يهم كل شيء، الاكتواليتي كل شيء. سامي دريدي، باش توعد المتفرجين في برنامجنا في السيزون هذايا؟ انت تبارك الله عليك بوليفالون على الديجيتال. صحيت انا جوي ديجيتال صحيح، تو نحب التلفزه تعاون مع الديجيتال هو المستقبل. دونك انا قاعد نخدم في فقره كل جمعه ان شاء الله هنا في استوديو 9، فقره فيها في السوسيال، يعني كل مره نخدم موضوع من الاجتماعي، فهمت اللي في المقصير 5 دقائق 4 دقائق فيه موضوع مشكله وعبره، ان شاء الله نعتبروا منها الناس الكل واستنوا حاجه مزيانه على الديجيتال زاد. برافو سمسور. مرحبا سامي. هند الفقيه. بون انا اول تجربه عندي معكم لهنا، كما قالت ما نجمو نقعدوا حتى شيء، سورتو بحذايا قدور ومن غادي هيفا وحنان ما تنجم تقعد حتى شيء. عندك محاصره فرديه انت مع محاصره منها ومنها ما تنجم تقعد حتى شيء، كنت تبع. لا عاد تبع لي تبعهم وتسير معناتها تشوف فين ماشيه. قدور انت وعدتني راك السنه مش باش تعمل كي عام ناول. انا وعدتك انت. هاك بديت عاد دخله. قبل كل شيء الساعة، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ربي اشرح لي صدري حتى احنا نعرف ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإحسان، ولك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا يا رب العالمين. ومن نعم هذه ثم ربي سبحانه أنعم علينا بزملاء محليهم، إن شاء الله تتواصل التجربة ديما في كنف الاحترام والروح الرياضية. هذا أول شيء. أنا معاملة عليك أنت. بارك الله فيك. خليني نقول. وخليني نقول اللي أنا راه سأظل وسأبقى دائما شوكة في حلق كل من يتفوه بالرداءة. والسلام عليكم. أنا معك وباش نعاونك عليها الحكاية ذي. احنا ضد الرداءة وضد الميوعة وضد العنف. وضد التعصب والتطرف. لا التعصب والتطرف وهالجو المشحون حتى نعيشوه في الشارع في السياسه. فما برشا تصفيه حسابات، فما خليونا نبعدوا على خليونا نصفيو قلوبنا، خلينا نصفيو قلوبنا مع بعضنا ونحاولوا نتعايشوا مع بعضنا في اطار الاحترام حتى لو كان عندنا اختلافات. مثال هذاك علاش توا باش نشوفوا نتعداو الريبريك نتاع تتعدي كيك وانا ما نوعدش الجمهور. انت شبيك تقص انت؟ تتعدي نسكن هذا نوعد 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 ولا ليه؟ في بالي ديك الساعة تحس بالعركة. انا صح فرحان انت معانا معناتها بالحق وبرافو برافو دخلة مزيانة، وكنت باش نوعد معناتها الجمهور والجمهور بتاعنا هذا زاد تحية ليه، نوعدهم سناب برشا حاجات اما برجوا ليه. بعد ما سمعت معز دينيس نوعد الجمهور التونسي اللي انا بيدي سنة باش اكون جدار صد المعز دينيس. والله الجمهور التونسي هو اللي يسمع الجمهور التونسي هو اللي يسمع فيك قاعد. يا ولدي صليوا على النبي، ظهر الموسم هذا والبرنامج هذا باش نعديه، وصلي على النبي يا ولدي وسع بالك، صلي على النبي اختك وخايتك يزي وما احبك. بالحق
صليوا على النبي وصفيوا قلوبنا. مثالش الاختلاف راهو رحمه، الاختلاف رحمه، الاختلاف ماهوش مدعاه للعنف ومدعاه للحقد. خلينا نحيوا هالاحقاد هذيا الكل، نجموا نعيشوا في كنف الاختلاف، نجموا نكونوا كيما النوار، كل وحده لونها، كل وحده شكلها، كل وحده فورمتها، وهذا ما يمنعش انه نجموا نعيشوا مع بعضنا. وخلينا نقدموا، خلينا نقدموا بعيد على الحقد وعلى تصفيه الحسابات، وبعيد على الضغائن هذوما اللي قاعدين يوتروا فينا وحتى اعصابنا. يظهر لي تعبت الناس الكل في تونس، مش كان في السياسه الكل، يظهر لي حتى اللي صاير في السياسه خرج حتى عند المواطن العادي، حتى الصغار نتاعنا ولاو تعبين، ولات فما برشا ضغط. دونك امان، رجاء رجاء رجاء، تنجم تحبنيش اما احترمني، تنجم ما تحبهاش اما احترمها، تنجم ما تعجبكش فكرتها اما هذا ما يعنيش انه عندك الحق انك تعنفها لفظيا او تصيب عليها كالشحنه نتاع الغزول هذاك، يزيونا من الغزول على بعضنا. هذا اللي باش نتعديو فيه توا، باش نشوفوه مع صفاء في الروبريك تكتشفوها مع بعضنا، ما تفلت شيء. عسلامك بلاصه، عسلامك. اسمع ما تخافش، انا مانيش كي برشا عباد، راني فيسا وبش نمشي، ما فكلكش بلاصه، خفيفه وملايكتها خفيفه. تهنى. مرحبا بكم، توحشت التلفزه برشا، توحشت صحابي برشا، عندي عام ما تقابلناش مع بعضنا. اما اكثر حاجه مفرحتني وفرحانه بها على الاخر اليوم، اللي انا بجنب سوسن معالج. محليك محليك، عيشك محليها تفسير. محليها محليها، عيشك محليها. واحسن حاجه فيها يا خويا الوعي نتاعها، تهبل تهبل تهبل. اما سوسن راهو هذا كله راهو نتاج عن تجربه، المرات بارك الله عليها عندها تجربه، وما شاء الله سوسن رجعت للتلفزه في تجربه تلفزيه في التنشيط، مينيموم مينيموم اخذت 25 سنه. بار كونتر سوسن اليوم انا تعرف على شنو باش نحكي لك؟ باش نحكي لك على الطموح. وي مهم الطموح. مهم وي، حاجة مهمة برشا الطموح، خاطر اللي ما عندوش طموح ما ينجمش يعيش، ما ينجمش يقدم. اب 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 ملا طموح عندك يا هيفا. يا ميمتي ملا طموح ملا طموح. شوف أنت 25 سنة باش ترجع للتنشيط. 20 سنة تو كبرتني. 20 سنة. شو هايفة في 25 حلقة طلعت الانستغرام نتاعها، وبعد 25 يوم طلعت ليلة التلاف، وبعد 25 ساعة ولات تقدم وتأثث في أهم السهرات الكبرى في تونس، وبعد 25 جويلية تصورت بالعالم، وبعد طلعت عملت عمرة، وبعد طلعت لمصر وخذت جائزة أحسن مؤثرة في 2022. برافو برافو هيفا. وتوا هاي طلعت كو أنيماسيون بجنب سوسن معالج، ملا طموح عندك يا هيفا. صلي على النبي، لا تهملنا بالعين ويحفظوا لنا محطة فضائية عربية، باش نتعلم منها الطموح. هايفة صلي على النبي عليك، محلاس بارك الله عليك بقدرة ربي، من هنا حتى تكشي 25 دقيقة أخرين تخرجي الناس الكل وتقعدي وحدك. جون صغير فعلا خير. وباش نتعداو بالطبيعة لأهم التصريحات اللي شفناهم في 2022، وخليني ما نحبش نحكي على برشا تصريحات في الأحداث في الساحة الثقافية واللي صار فيها، باش ناخذ شوية حاجات أنا شفتهم محلاهم، وخاصة فنانين عملوا بوليميك وبوز كبيرة. مثلا مروة عيسى في آخر 2022 بتاريخ 25 ديسمبر الحلقة تبثت، طلعت مع صديقنا وزميلنا هادي زعيم في برنامج فكرة سامي الفهري، قالت أنها باش تعمل مراجعات وتلبس المستور. هذه تصريحة. عملت مراجعات في لبستك، في علاقاتك، في الغنيات، في كليباتك، في تصاورك اللي باش تهبطهم للناس، ما عادش فما مروة القديمة هذيك؟
اي فما حاجه يمكن كنت الاوفر اللي كنت نلبس فيه برشا باش ينقص باش ينقص اكيد. خدمتي ما نجمش نسلم فيها خاطر هذيك مورد رزق ناديها ونصلي صليتي عادي هذيك في بلاصتها. ولبستي شنو باش نلبس ما نحاولش نلبس الاوفر كيما ياسمين صبري لوجان عمران يلبسوا في الحاجات المحليها تخلي المراه مزيانه لبسه مزيانه حلوه اما محترمه. محليه يصير راو المراجعات تصير سبحان الله. نشوفوا مراجعة من المراجعات نتاع مروة عيسى. لا 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 صبايا ومش كان مروة عيسى عملت مراجعة حتى قدول الارتيست وعمل المراجعة وبعد زوز مواسم تلفزية قرر باش يعمل تجربة إذاعية طلع في الراديو يا أخي الانيماتور متاع الراديو عمل له مراجعة. يا والله مراجعات عندك يا قدور. نتعديو زادة من بين الفنانين اللي عملوا بوز في تصريحاتهم وبوليميك كبيرة في 2022 زميلنا في البلاتو معز دينيس. معز دينيس قال في تصريح من تصريحاته خلي يقول وحده أسمعوا. لشكون يشبه معز دينيس سيرسين؟ قولوا ثم نوع حبيت نكون مايكل جاكسون في نسخة عربية الله يرحمه. تعديه اونليني من سي تونسي يبعثوا لك معز دينيس. بالله سامحوني معناتها حتى الفريق العديد كان يسمع في هذه باش تقصها ولا تعدوها هذه اللي تقلب توا بالحق. لا 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 لحظه تنقول لك باش نعملوها. عاد هاو المعني بالامر هنايا لحظه باش نعملوا لها هذه بالذات باش نعملوا لها جدار صد. كيما وعدتكم قلت لكم باش نعطيكم اهم التصريحات للفنانين اللي عملوا بوليميك. راهو بالحق معز دينيس في 2022 تصريحاته عامله بوليميك. مثلا هاتوا نشوفوا الاكستري اللي من بعده شنو قال فيه معز دينيس على الاضافه اللي قدمها البرنامج الكل في الكل في الموسم الفارط. البرنامج عنده فضل باش يعرفوا معز دينيس. انا لا البرنامج عنده فضل في حاجه واحده برك انه قدمني للناس اللي انا نتكلم ونحكي. وقدم لو كوتي انتلو 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 ايه راهو انتلو بريش مرايا انتلو خلينا نشوفوا ضربه انتلو. لا ما نسكتش عاد لا تحكي معايا على تشجيعك على دينيس يا عبد السفر في مسرحيتهم ليه؟ خليها مقابلتني تو خلينا نحكي معاها. عبد السفر عادي عزيزي ماذا عبد السفر في مسرحيتهم ليه؟ لا لا يا عزيزي شنو المنين اللي تاخذوهم يا عيني؟ الوقت بعرف حجمك بالكدا. انا حكيت عارف حجمك بالكدا. تحكي معايا بالكدا. عارف حجمك بالكدا. يا مايكا يا بنتي. من الفيديوهات الكل لقيت كان هذيك ميرسي بوكو. انا بالنسبه ليا باش نعمل جدار صد مع معز دينيس ومانيش باش نجاوبك. ميرسي سافسف دينيس ميرسي على روحك الرياضية فريمون يعطيك الصحة. شنية؟ يعطيك الصحة على روحك الرياضية تقبل. شبيك؟ ليه عاد؟ قلت لكم باش نعدي البرنامج هذا وانا نقول صليوا على النبي صليوا على النبي توحدوا. أول حاجة نحب نوضحها حكاية مايكل جاكسون مش أنا اللي طلعت بها.
مايكل جاكسون طلع لا 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 وين المشكل حتى كان انت طلعت وحيد سيف الله يرحمه وينعمه الفنان الكبير المصري اللي انت وقت اللي هو يمثل انت ما تعرفوش وماكش موجود في الساحه الفنيه بالكل 2006 2006 انا نعمل في العروض نتاعي في اللاك وين مع اسمه هين الشعري عربي اسكت هو جاني مع اسمه هين الشعري ما نقصوش على بعضنا امان هو جاني مع اسمه هين الشعري وفايزة المحرسي الله يرحمها وينعمها الله يرحمها وينعمها ومنيرة المغربي الله يرحمها وينعمها معاه زوجته ومعاه المنتصر بالله وثم برشا فنانين حاضرين غاديكا موجودين انا وقتها جو فوزي مون سبيكتاكل ودخلت للوج خلطت عليا وقعد رمضان كامل 2005 و2006 يتبع فيا كل ما يجي يعمل المسرحيه نتاعو في الكوليزي يشوفني في الحفلات نتاعي وين موجود ومن بعد كان ثم مشروع نتاع فيلم استعراضي في مصر 2008 وانا تعذر علي اني وجودي في مصر دونك وقتها صوروا حكيم 2008 صوروا الفنان العربي وين المشكل يا اخي كيف واحد يطمح انه يكون كيما نجم عالمي اني نولي نحب نولي كيما بيونسي ولا نحب نولي مايكل جاكسون وين المشكل علاش فهمتني بس كل كلمه انا تفضل حنونه انا مثلا نحكي على المبدا انا ضد التقزيم خاطر نقري في تلامذه برافو عليك نعرفش معناها تجي التلميذ تقول له قول لك يجي ساعات يتشكر ويقول لي مادام نحب نعمل يقول لي يا انت باش تعمل عليه كل واحد فينا ربي سبحانه خلقنا كل واحد فينا عنده ذاته عنده امكانياته عنده مهاراته عنده صفاته كل واحد من حقه يحلم ويطمح انا ضدك عربي ميرسي يعطيكم الصحه نتعداو مع بعضنا نتعداو للفقره المواليه في برنامجنا ونمشيو للروبريك سميناها نوت سور 10 اللي باش نكتشفوها زاده في برنامجنا استوديو 9 باش نعطيكم مجموعه من الاخبار اللي دارت في وسائل الاعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي في تونس وكل واحد فيكم باش يعطيوني نوت على السورديس باش تعطيونا باش نفهموا منه رايكم ابوبخي في الاخبار هذه اللي باش نعطيها لكم نبداو بتصريح للنائب السابق والكرونيكور اللي هو بعد ولا كرونيكور صديقنا محمود البارودي في برنامج الراف ماغ وقت اللي قال كيف كنت نغيب في المجلس التاسيسي نخلص الكادرور باش يغطي عليا يصورني وانا داخل ويصورني وانا خارج باش مرتي ما تشلقش بيا متغيب وكي تبدا حصه صباحيه سوم وكي تبدا حصه مسائيه نخلصوا اكثر بالنسبه لي انا فهمت اللي هو قاعد يفدلك معناتها تفدليك ما تنجمش تكون الحكايه بالحق حبيت نعرف رايكم انتوما نوت سور 10 الله لا 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 يظهر لي فما كان عربي ودينيز اعطيتوها 10 على 10 قدور 4 على 10 ما صعبكم حنونة 10 على 10 وبالقلوب زادة نذكر اللي محمود البارودي اعتذر وقال راني نفدلك وقال راهو حبيت نعمل تفدليكة ما خطفتش طلعت تفدليكة ماسة مهم باش للأمانة معناها نبدأ بكم بالواحد هايفة هند بون تفدليكة ماسة ما تنجمش تكون تفدليكة في بلاتو من عضو سابق في مجلس التأسيسي اللي كتب الدستور معناتها تحكي على جريمة تتهم في مؤسسة عمومية معناتها بالرشوة هذايا عبارة اي ما هو ما قالش معناتها هو كي تكلم بصفته ككرونيكور اي ما عادش عند ما هو ما عادش عضو في مجلس النواب ولا عضو في مجلس التأسيسي الافعال اللي يحكي عليها وقت اللي هو كان في المجلس التأسيسي معناتها انت كنت تقوم بجريمه وقتها في المجلس التأسيسي وانت نائب وتكتب في الدستور يفدلك ما حتى من باب الفضل كان احترموا ستاتيو اللي انت كنت فيه اوكي نمشيو لنوفل والله كما نشطرها الراي معناها فما هيبه للدوله فيها ثلاثه مجالس كبار المجلس النيابي قصر الحكومه اللي هو في القصبه وقصر الرئاسي في كرتاج كان احنا هاو خرج لنا مستشار من الرئاسه يحكي لنا هاو معناها تسريبات هاو نائب يحكي لنا شنو معناها هو في باله باش يعملوا الباد بوز اللي هو في امريكا معناها يعملوا الباد بوز باش نحيروا الاسم نتاعنا ما نعملوش الباد بوز
يستحقها باش يحير اسمه هو كرونيكور ديجا معناتها في مؤسسه اعلاميه ويخدم هذا الاوبجيكتيف يعني وشخصيه معروفه وحتى كانت الناس تحبه حتى في الاعلام من الضيوف نقولوا نحن لي بون كليون في لي بلاتو تيلي وفي الاعلام محمود مس من هيبه الدوله اولا ثاني حاجه هي معناها التشريع للرشوه الصغيره هذه يعني نعطيه فلوس لموظف اثناء يعني انت مع انه الناس اللي اخذت مناصب في الدوله فما شويه تحفظ لازم تقعد سيريوز وتتحمم معناها مش نشلك الدوله بالفاسون هذه شلكناها برشا 10 سنين معناها التالي زين ما تشليك قدور انت اعطيته 4 على 10 اي 4 على 10 انا نحترمه السيد البارودي احترمه لشخصه وخليني نقول راهو غزر راهو يلزمنا نفرقوا بين التصريح وصاحب التصريح خاطر ديما احنا تصير هكا حاجات معناها نتكلموا لكن من بعد تولينا مشكله كبيره راهو احنا ننتقدوا في التصريح لا اكثر ولا اقل انا باش نقول كلمه فقط كان الاجدر على السيد البارودي انه يخاف الله قبل ان يخاف زوجته والسلام عليكم اباي يا اخي كيفاش تعمل انت باش تكربس كل مره وتعاود تدخل لنا الحكايه فيها نحب نفهم معناتها ما فهمتش انت لا ما فهمتكش ما من بعد كي تبث الحلقه وتفرجت شنو معناتها يخاف ربي فسر لي بالطبيعه ما دام تو السيد هذايا كان نايم في مجلس تاسيسي هو حرام تفدليك تفدليك لله يجي في اطار خاص ما يجيش في اطار عام باش نبداو واضحين اللي عملوا عيب وكهو سهله برشا الحكايه هو ما يفدلك تفدليك يجي في قهوه هاو يجي في اطار خاص ما تجيش انت شخصيه معروفه كيما انت حكيت عليه وتجي تقول ستاتيو كي من هكاك شنو المشكله يفدلك ماهوش تفدليك إيه؟ تفدليك مش هكا لا عندك انت لا نفهم عندك انت ماهوش تفدليك ما عندكش ولا عندي هو ما عندوش الحق يفدلك هذا رايي انا ومع هذا رايي ما سامحني تفدليك ما يجيش هكا يا سوسن تعرف علاش لانه شخصيه عامه لا اكثر ولا اقل يا اخي حتى الممثل ولا الفنان ولا مقدم الشخصية البرامج ما يجيش يفدلك معناتها كيكة معناها ما يجيش يفدلك تفدليك في تلفزه ولا في الفيسبوك باش الناس الكل تعرف وربما اللي عملوا هو كلمة حق أريد بها باطل والله أعلم ما ندخلوش في النوايا دينيز نتعدي دينيز عم نعرف رأيك أنا ما نستغربش يعني من بون مجلس التأسيسي هو كان عضو من الأعضاء اللي شاركوا في دستور 2014 دونك أنا ما نستغربش تحت قبة البرلمان هذيك شفنا عجائب السبعة دونك باش يكون هو اذا كان يفدلك ولا بالحق ما نستغربش منه انه قام به العمل هذا على خاطر القبه اللي ترفع تحتها شعار رابعه والاخوانجيه صاروا جالوا فيها دونك اوتوماتيكمون ما نستغربش انا منه لكن محمود معناتها اتونسيون محمود معناتها كان في كتله حدثيه وكان من النواب معناتها اللي متروبين برشا واللي معناتها ما عندوش افكار متطرفه ولا افكار رجعيه سامحني كان يصير هكا قبل 14 جانفي وفي عهد بن علي ما ترجعنيش 14 جانفي توا انا كان يصير هكا كان نائب شعب ولا كان انسان ينجم يخرج يحكي ويقول ولا ينجم يتجرا انه هو يصوروه نرجعوا يا دينيز ما نهربوش من الموضوع انت شنو الزمان ولا والقضاء كمان يا ولدي اسكت خليني نذكر ذلك الزمان اللي هو يبكي عليه تويكا ولا وانقذا معناتها زين هذا اش حبيت نقول خليه يبكي على طليه لو مثال احنا نحكي امان ما نضيعوش السؤال واضح وموضوعنا واضح انت رايك في التفدليكة انه عضو في مجلس التاسيسي والا نائب في البرلمان فدلك التفدليكة هذه في التفدليكة هذه بالذات ولينا وسامحني ويني هيبة الدولة ولينا تكركيرة بين الدول في تخرج أنت كنائب شعب أو تخرج أنت كمؤسس للدستور مع زملائك وأنت تحكي بالطريقة هذيك اش معناها؟ هو كرونيكور راك أنت نوبة شعب راه أنت تنوب في شعب في ولاية في مدينة معينة هو ما عادش نائب شعب هو كرونيكور وقت بالحكاية هذيا وقتها في اللحظة هذيك هو كان في المجلس التأسيسي اوكي هذا رأيك حنين أنا نحترم كل الآراء ولكني باش نتحفظ الآراء الكل ونحب نقدم تحية لمحمود البارودي الرجل العاشق المحب الرقيق الشفاف اللي يحب زوجته ويخمم فيها وين ما يمشي بالعكس نتمنى رجال تونس الكل يعملوا اعتبار لنساهم ويحطوهم اون فالور وين ما يمشيوا هنيئا لك زوجة محمود البارودي بهذا الزوج الوفي بيزو يحيى الحب يحيى الحب يحيى الحب يحيى الحب أنا والله أنا أعطيته 10 على 10 محمود خويا وصديق ونجاله تحية أما أنا معناتها والله محمود وخاي كان جيت أنا في بلاصة مرته معناتها فهمتها سهل برشا
خليه ونمشي. تحية المحمود البارودي. نتعدى معكم للأخبار اللي بعده. أزمة نقص الحليب تتفاقم في تونس، وفما توجه حكومي لرفع سعره. قديش كيفاش تقيموه الأخبار هذايا؟ نحكي وتعرفوا لي نحكيوا على برشا أخبار توا على حكاية الحليب، شغل بال المواطن التونسي في المدة الأخرانية، وحكاية رفع السعر، معناتها حكينا على زادة فما على رفع الدعم، اسكو باش ترفع مش باش ترفع، قداش تعطيوني نبداو مع عطيوني نرفعوا الألواح؟ الله الله أي 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 به، باش نبدا بالأعداد الهابطة باش هكاك بعد نمشيو. فما كان دينيز متفائل فيما يخص الحليب. به هي دينيز، احكي لي علاش 10 على 10؟ خاطر انا ينقص الحليب ما ينقصش ما يهمنيش، على خاطرني ما نشربش حليب البقره. انت دونك مساله شخصيه، انت ما تشربش الحليب ما يهمكش فيها. انا لا حكي. اشرب حليب البقره وما نشربش الحليب الحيواني جمله، انا نشرب الحليب النباتي. تعرفش معناها الحليب النباتي؟ برافو. فما حليب نباتي؟ اي فما حليب نباتي بيان سور. نشرب حليب الروز، حليب اللوز، حليب البفريوه اللي هو صحي اكثر وخالي من الكوليسترول. ونعرفوه هذا؟ شنو ينعرفوه؟ فانا ما عصره يتباع الحليب، ما نعرفوش. يتباع في باكويت، تلقاه في بعض المغازات مش في كل شيء. واللي ما يقدرش عليه بالطبيعه ينجم يطيبوا يعملوا وحده، معناها يحضروا وحده في الدار. اي نعطيت واحد على 10. قل لي علاش؟ علاش؟ مشيت لسليم عطر الحومه نتاعنا، قلت له سليم عندك باكيت؟ قال لي اي. قلت له عندك هريسه؟ قال لي اي. قلت له عندك جبن؟ قال لي اي. ياغورت؟ قال لي اي. قلت له باكو حليب اعمل لي هكا. اقسم بالله والله معليها وصلنا لمرحلة. إيش نقول لك؟ هي عرفتك الكوميديا اللي تبكي والتراجيديا اللي تضحك كالميلانج. وصلت لمرحلة عندك فلوس في جيبك وما تنجمش تشري حليب خاطر مفقود. ووصلت عندي ولد خويا صغير عمره 5 سنين ملي تقطع له حليب ولا يحب في الليل شياكل مكرونة بالحليب، كسكسي بالحليب، جلبينة بالحليب، ولا يحب الحليب. معناها أنا نقول أين نحن ذاهبون يا جماعة؟ أنا وليت نعمل عرك اللي تقطع الحليب، مانك دو كالسيوم، عصبي توتر توا. هاو دينيس قال لي حليب اللوز، هاني باش نكلم أمي نقول لها أعصري لي شوي روز، وعصري لي شوي لوز، خاطر نشربه بالك يطلع لي مخي سافا يرجع، فقط. يعطيك الصحة حلا. سامي تحب تقول حاجة؟ فازي. أنا في موضوع الحليب، ما يهمنيش الحقيقة إذا في سومو يغلى ولا ما يغلاش، خاطر كل شيء يغلى في تونس، ماناش كان الحليب. اما تو صارت لي فازه في حومتي، كانت تحكي حنان على عطار الحومه، انا عطار حومتي كي نمشي له على الحليب، ديجا يقول ساعه ما تجيش في النهار. نقول له علاش ما تجيكش في النهار؟ يقول لي اجاني وقت اللي نسكر انا الكراج، ادخل من باب الدار وهز الحليب، وكيفاش يعطيني الحليب؟ باكو حليب في كرتونه هكا. يقول لي ورد بيك تخرج بيه قدام العباد. يقول لي تعرف علاش قاعد نعطيك في الحليب؟ نقول له علاش؟ قال لي خاطرك معروف. ديجا هذا ولد حتى الحليب ما يتعطيش الناس الكل. باش يقص علينا اللحم. انا حاجتين عملتهم في النوار، قول لي شنو هو؟ شنو هو؟ الغناء والحليب. يعني حتى في الحليب المحاباه، حتى في الحليب معناها. هند شنو رايك في حكايه الحليب ورفع الدعم ورفع الاسعار؟ رفع الدعم، رفع الدعم على الحليب يدخل في اطارك التوجهات السياسيه لحل الازمه. تقعد دراسات معناتها سوليسيون ا كور تيرم ماهيش مدروسه، ماكش تغزر للمجتمع شنو فيه شنو ما فيش. ازمه الحليب ديما البريود هذيا نلقاو ازمه، معناتها ازمه في كميه الحليب ولا ازمه في توزيع الحليب. نذكروا عندنا جديده هي من 2012، من 2012 موجوده. اما تجي فجاه وترفع الدعم والحليب مش موجود في السوق، عيب. كما قال سامي، انا بدي راني العطار الحومه يعطيني باكو الحليب في الكردونه خلصه في النوار. باش ما نقولوش كلام غلط، باش ما نغلطوش الناس اللي تتفرج فينا، الحليب ماهوش مقطوع، فما النوع نصف الدسم هو اللي مقطوع، ماهوش متوفر برشا في السوق، ولكن 0% المنزوع الدهن تماما موجود. زاد الدهن انا والله نحبه بالدهن. يزين اشتغل بيه، اشتغل بيه. لا مش ما نعطيوش اخبار غلطه. دونك الازمه هي ازمه الحليب النصف الدسم. نوفل. والله الدعم خلقته الحكومات في على اول الاستقلال،
كي استقلينا 56 جاء معناها جاءوا رؤساء حكومات يعني عطاو اللي تونس لازمنا على الاقل فما 80% من الطبقه الوسطى قبل وقت تدخل الدوله وبزلنا في بناء الجمهوريه وكان يتفرق الحليب في البكاتر. لا لا لازمنا نحافظوا على الطبقه الوسطى، الطبقه الوسطى نتاعنا قاعده ماشيه وتولي طبقه فقيره. يعني احنا الدعم عملته الحكومات السابقه، الدعم في المحروقات، الدعم في المواد الغذائيه الاساسيه، القمح والشعير والحليب والفارينه والحليب وكل شيء، هذا الدعم ما يتمسش، خاطر نجموا نعملوا برشا حلول اخرى، نجموا الحكومه تقعد مع الاتحاد الشغل ومع اتحاد الصناعه والتجاره مع الاطراف المعنيه الاطراف المعنيه الكل في نطاق حوار وما نحيوش الدعم، خاطر الدعم راهو يمس الفئات المتوسطه والفقيره. عادل العلمي تصريح قال فيه وكان جيت رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري نفرض على كل مذيعة أو مقدمة أو مقدمة برامج لبس الحجاب واللي ما تلبسش حجاب ما تخدمش. هنبدأ بالرجال ساعة دينيز هاو سامي عنا 0/10 علاش سامي 0/10؟ على خاطر الحقيقة ماعادش مربوطة أي خدمة في تونس مربوطة بالحجاب، كان مشي القرار نتاعو هذا كان مشي يتنفذ لازم الناس الكل تلبس حجاب مش كان في التلبس، علاش اختار كان في التلبس؟ سامحنا، ثم كان تلبس عباد تخدم فيها، كي مشاو السبيطار باش يداو يفرض عليه تلبس حجاب في السبيطار باغ إكزومبل، واضحين؟ دونك أنا كونتر الأخبار معناها ما دونك انت بالنسبه ليك معناتها كل واحد حر في روحه فما ربي وش يحاسب ما فماش فون للتصريح به. قدور يعجبوك عاد المواضيع هذوما والاسئله هذوما باهي هو قال لو كان جيت رئيس اساء الحمد لله انه ما جاش رئيس للهيئه العليا المستقله للاتصال السمعي البصري. اول شيء ساعه بالنسبة للعادل العلمي بالنسبة لي أنا مش مختص في الشأن الديني وما نجمش يكون مختص في الشأن الديني لأنه السيد هذا مختص في الشو وشيء وما شابه. انا نحترمه لشخصه ونحترمه التدين ونحترمه المظاهر التدين نتاعو. شوف هو راهو فما جزء من كلامه بريسك فيه هكا نجمو نسمعوه. علاش؟ لانه تو احنا نتفرجوا في التلفز ونشوفوا صراحه فما لباس ما يخليك تحشم باش تتفرج. لا تنجم تتفرج مع عائلتك لا مع صغارك لا مع امك لا مع ابوك. علاش؟ لانه اللباس هذا اللي قاعدين يتعداو بيه في برشا نسيه في التلفزه بالنسبه لي انا هو لباس نتاع ولاب ليليه وين تشوف فيه نتاع كباريهات في برامجنا تحكي في لا 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 اسمع ما نحب ما نحبش نذكر حتى اسم يا سوسنه باش اللي تبع فينا يفهمنا امان قدو انت تحكي في القنوات التونسيه نعم ولا تحكي بصفه عامه في العالم في الفضائيات الكل في قنوات التونسيه اي نعم في القنوات التونسيه في قنواتنا التلفزيه برشا 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 حضور وبرشا يجيو بلباس يعني ما غير محتشم بصراحه. يعني انت مع انه يكون فما ان كود فيستيمونتيغ صحيح نتاع انهم هكا يستروا رواحهم شويه ما في احد ما فيها شيء راهو فهمت وهذا الكل في اطار شنو هو انك تحترم المؤسسه الاعلاميه اللي قاعد تخدم فيها وتحترم كذلك السيد المشاه. سامحني به فهمتك به هذا يا رايك الساعة كي تقولي تحترمش معناها تحترم لا لا كيف تجيني سامحني أبش نقول لك أي نجم نجيب يشوفني تاو في التلفزة يقول لا أنت بسم الله ما شاء الله عليك نجم ونجم خاطر الاحترام راهو نسبي معناتها لا 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 سامحني إذا أنا إذا أنا عندي تلفزة في الدار مش نحل تلفزتي ونشوف ما سامحني ونشوفك بمنظر غير محتشم بالنسبة لي أنا راهو من هنا قللت من احترامي خاطر باش نولي نزابي انا اوتوماتيكمون. شنو المعايير بالنسبه ليك انت؟ المعايير هو لباس فضفاض باين معناها لباس كيف كنت شوف ما شاء الله عليك ريت ما شاء الله عليك. علاش ما يجيوش لابسين كيفك الكل؟ انا جوست باش نقول باش نرد على كلامه بحاجه بركه، الفكر الداعشي اللي حكيت عليه قبل للاسف مازال موجود الداعشي في مخه الى يومنا هذا ويظهر في كل تصريح يعمله وفي كل تعليق يعمله هاو الفكر الداعشي كيف يخرج ليه يا سوسه نقول لك حاجه يا اخي غض البصر غض البصر نقول لك حاجه غض البصر الدعشوش اللي الدعشوش الدعشوش سمعتك غض البصر يا اختي ما نتكلموش على ما نتكلموش فوق بعضنا ليه سامحني راهو ما نتكلموش فوق بعضنا وما نهربوش على الموضوع يا مدام سوسن هذيك عندها دعشوش دوريجين ماهوش مغشوش ما يعطي قضية قدور الموضوع متعدل ستندار من الدار اللي يقول لي ما سمعناهاش ما سمعناش الدوت نتاعها وعلاش اعطات النوت هذه بيك زيرو
Very big zero. وكي لقيت ما أكبر. التصريحات قادو وتصريحات عادل علمي. دونك أنت ضد، أنت مع الحرية بمفهومها المطلق ومع حرية اللباس في القنوات التلفزية وال مش الحرية المطلق. اما مشكله تتحدد يلزمها تلبس الحجاب وتفرض عليها. المراه ليست جسد، المراه عقل، وهذا اللي ما حبوش يفهموه اللي عندهم داعشي في مخاخهم متخبي داعش في طريقه المراه اليوم تخدم في الطياره، المراه تسافر، المراه تسوق، المراه رئيسة حكومه، المراه تقوم بعائله وحدها، ما عادش تحكموا على المرأة بمظهرها. هو حكى على مقدمة البرامج. ليه المرأة شنو مقدمة البرامج؟ يا اخي انت مقدمش ماهيش مرأة. يا اخي المرأة اللي تقدم في برامج ماهيش تخدم على روحها، عليه انت تحكم على لبستها على هيئتها؟ مازلتوا تتعاملوا مع المرأة كجسد؟ جست تراو فيها جسد؟ هذا تخلف في مخاخهم هما، في مخ السيد عادل علمي وامثاله بيان سور. ميرسي ميرسي هيفا حنونة. أنا حنان شجراني، تنجموا في أي لحظة تلقوني لابسة الحجاب. ولكن النوت نتاعك تحكي حكاية أخرى. أنا نحب نلبس الحجاب قناعة مني. قولي علاش يا سوسن؟ قولي علاش؟ علاش؟ خاطر ثم برشا ناس نعرفهم بنات لبسوا الحجاب، فرضوا عليهم معناها العائلة والكل ولا رجلها وكذا، من بعد نحاتوا، فما شكون اللي هي اختارت باش تلبس الحجاب وقعدت به. مي أنا هاول هنا باش نمن بإيجاز، باش نقول سي عادل العلمي، يا سي عدول علاش تحضرت شي مع إعلاميات ماهمش محجبات؟ هاني الرفيق ديما قاعد مع عباد ماهمش محجبات، ما ركز لي روحك وركع أمورك وكن على مبدئك معناها وكها وفقط. يصفقوا عليها الفاجر. شكرا حنان. دينيز اعطيني رايك. انا جو بريفير سان كومونتير، الناس هذوما ما نجاوبهمش انا خاطرني انا ضد التخلف وضد الرجعيه. يا عيني عليك. دونك جو ن ريبون با. يا عيني عليك. تصفيق على معز دينيز. اقعدوا معنا، مازلت صاريتنا متواصله في استوديو نوف. شويه اخر باش نسمعوا شويه ضحك من عند عربي المازني. يا حكومه وخيتي عرفتوه انتوما، تو نشوفوا شنو محضر لنا عربي المازني جوست بعد الفصل.